شوف يا موسى، اذا كنت جاي تزيد وادعي في الحكايه اللي كلمتني عليها. يا سعد يا ابني اهدى كده، ما تبقاش حمي، كلام اخد وعطى. معاك يا موسى، مفيش عطا ابدا، انت دايما بتاخد. المره دي بقى مستعد ادفع اللي تقوله عليه. للدرجه دي بقت الحكايه مهمه عندك قوي يا موسى؟ عظمي جدك مدفون هنا، ما يتدينش بذهب العالم كله يا سعد يا ابني. اولا بدك محدش لغايه دلوقتي عارفه طريق جره، من يوم ما تاكل الصحراء، من الغلب اللي شافه على ايديكم. غلب؟ مين قال كده؟ ده احنا كنا مهنيين. ده انت لو هديته جدار يفتح حتى قولي اخر راحه. يبقى انت يا ابن الناس اللي عايز تهد مش عايز تبني؟ ليه يا موسى عايز تهد المحبه والسماحه اللي عاشوا فيها سكان التكيه طول عمرهم؟ ما انتوا كنتوا عايشين معانا هنا في امان الله. ايه اللي خلاكم تهربوا من هنا؟ احنا ما بنناش الا الظلم اللي وقع علينا يا ست كرامات. بس قبل ما تهربوا يا موسى، سرقت دهب التكيه كله. الدهب ده حقي انا. ازاي نشتري فضول التكيه من غير ما ناخد وجبتنا؟ الحمد لله، اديك اعترفت بعظمه رسالتك انكم خدتوا حقكم. ايوه بس لازم ننفذ وصيه الجد دي ويتلم شملنا هنا تاني التكيه. والا النعله هتتحقق ونفضل مشتتين في كل مكان. النعله دي هتفضل وراكم وراكم لحد يوم الدين. عشان عصيتوه وفضلت انكم تبقوا عبيد للذهب بدل ما تبقوا عبيد للرحمن. لا 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 ده احنا نسمع ربنا كويس قوي. طب هات واحد في الدنيا ما يكونش اتقضى على ايديكم يا موسى. يا سعد يا ابني احنا ناس غلابه، احنا نقطه بحر والناس اللي حوالينا غلاب، ما كناش نهبش فيه ويهبشوا فينا ونفضل طول عمرنا مش لاقيين مأكل يلمنا. ما عاد الله واسع يا اخي، اشمعنى التكايه اللي حاطط ايديكم عليها بس؟ ما قلت لك يا سعد يا ابني عظم جد مدفون هنا. هترجع تاني تقول لعظم جدك يا موسى؟ اولا ده ما كانش جدك لوحدك، ده كان جدي وجدك وجد العالم كله. ولو العالم كله فكروا زي ما انتوا بتفكروا كده يبقى كل الناس تيجي تقعد هنا في التكريه يا موسى. يعني خلاص يا ست كرامات، انكتب عليا انحرم حتى من زياره عظم جدي. اعوذ بالله يا خواجه موسى، حد في يوم من الايام منعك انك تخش التكيه؟ ما هي التكيه طول عمرها على يدك مفتوحه لكل خلق الله. انا لازم اهد الجدار البحري لاجل ما اتاكد ان عظم جدي مدفون هنا. يعني عايز تعمل شمسون يا موسى وتهد التكيه علي وعليك؟ انت عدت بقى، يبقى دفعنا الناس ثمن تعذيبهم لينا. انت ليه بتكره الناس فيك اكتر ما هم بيكرهوك؟ الناس مهما كرهتني هيفضلوا عبيد الذهب اللي عندي. انت يا ست كرامات مش معاك الحجه بتثبت ان التكيه دي بتاعتي؟ طبعا، وكل الناس تشهد بكده. بكره هتشوف ان كل الناس اللي بيكرهوني دول هيقفوا في صفي انا لما بطالب بحقي في التكيه دي. والحجة بتاعتي بيدنيها والشراب ميت.